باش يمكن لك تحدد يعني المتدخلين وتحدد المبلغ، كنتسناو المرحله الثالثه اللي هي غتكون ان شاء الله على حسب الناس ديال الجهه، غتكون في شهر مارس ان شاء الله ما تكون موجوده، وغادي يكون عندنا تصور ديال الغلاف المالي اللي غادي يكلف هذا المشروع. كنقول اليوم حنا اقتنع كل كان مقتنع على انه كيما بغى يكون المبلغ المالي راه ضروري خص تدخل، لانه مساله ماشي مساله ديال الحيوط اللي ديال المآثر اللي غادي يطيح، بل هي اكثر من ذلك، هي مساله امنيه. وطبعا لما كنجبدوا مساله امنيه ديال مدينه اسفي، راه طبعا كل شيء غادي يساهم فيها، وحنا جد متفائلين يعني لا من لانه مني كان شنو كان قبل، كان قبل الناس كتهضر بواحد الشكل عند كل حيوط غادي يطيحوا، اليوم اتفقنا وهذا هو الربح الكبير، لان حنا ربحنا شي حاجه في هذه المده اللي دوزنا، وانه اولا هيئنا ملف اللي ولا ملف صحيح، وخرجنا من ذاك لي طابو العام زين ان هناك مشكل، وهذا المشكل الى ما حنا دخلناش فيه جميع راه فعلا غادي يسبب واحد الكارثه لا قدر الله، كارثه كبيره. الدراسه اللي كنقوموا بها فكنقوموا بها على طول يعني 1300 متر اللي هي مهدده واللي كتشكل خطر، يعني الجرف مهدد بالانهيار، ومن ثم كيشكل خطوره على لا سيكوريتي ديال الاحياء المجاوره للجرف، يعني تقدر توصل حتى يعني شارع الرباط اللي هو داكيه ونبض ديال المدينه، منها المآثير التاريخيه لنذكر على سبيل المثال كاين الحصر هناك، القصر البحر، مسجد ديال رباط الشيخ، هناك الذاكره ديال الترابسيني، حي الترابسيني والذاكره اللي كاين هنا في المدينه. دونك هناك يعني مشكل سيكوريتي ديال لافيل، هذا هو الاساس واللي لابد من الكل يتجند باش يمكن لنا نعالجوا هذا الاشكال. هذا هي التراسه اللي كانت تصاوبت هذه واحد اكثر الان من 12 سنه، لان من 2004 حول قصر البحر وحول جرف اموني، كيفاش يمكن هذيك التراسه نعاودوا نحينوها، تحين التراسه لاعاده تاهيل الجرف، لانه في حقيقه مهدد بالتيارات هوائيه وبحريه اللي تنشوفوا النتائج ديالها بشكل كبير جدا، وهي سقوط واحد الطرف كبير من قصر البحر. ولكن في حقيقه هذا غير الشيء المرئي، اما ما لا نرى ان هذيك الامواج راه غاديه تحت المدينه كلها هي، ذلك واحد طرف كبير الى ما قدرناش نقولوا ان المدينه كلها هي مهدده بهذا التيار البحري، وخصوا لابد تسريع في وتيره التدخلات. Pour la première fois, j'ai commencé à comprendre, à avoir quelque espoir. Espoir dans le sens que c'est pas seulement le patrimoine, le château de terre, quelque chose comme ça qui va être ou qui peut être sauvé. La question est, c'est pour la première fois, on a compris que ce patrimoine est lié à la ville et le danger que court le patrimoine, c'est le danger que court la ville. Et moi, je tiens à souligner que pour la première fois, j'ai vu cette idée, une bonne idée d'ailleurs, c'est de si on sauvait ce patrimoine, c'est d'éviter que la sécurité des populations et de la ville elle-même, surtout de la Médina, soit en risque. Donc au début, quand j'ai vu dans la réunion, que j'ai vu les images sur l'état actuel de Château de Mer, j'étais écrasé. كانوا معنا اصدقاء من جامعه ايفوغا من البرتغال، وهما واحد منهم مهندس معماري، بل هو رئيس مدير المدرسه الوطنيه، مدير المدرسه المعماريه في جامعه ايفوغا بالبرتغال، والاخر هو رئيس وحده بحث كبيرة تعنى بكل ما هو تراث، بكل ما هو تأهيل، كل ما هو محافظة على التراث. وكان لينا معهم واحد محادثة جد هامة، كيفاش نستفدوا من الخبرة ديالهم، كيفاش يمكن لينا أيضا
يكونوا شركاء حقيقيين وأطراف حقيقيين في هذا المشروع الكبير، لا سيما أن الكل يعلم أن قصر البحر هو من التراث المشترك البرتغالي المغربي، فهم عندهم في الحقيقة واحد مسؤولية أيضا للمحافظة على هذا التراث. أعتبر قصر البحر بأنه معلمة تاريخية لهذا المدينة وأنه من مكتسبات المدينة، وكيف سبقت أنه ماشي مكتسبات المدينة كذلك هو تاريخ برتغال في مدينة تاريخ برتغال في مدينة أسافي، ولهذا أنا دخلت البرتغاليين في هذا الباب، دخلتها اليوم باش يفهموا مدى أهمية التاريخ وما أهمية قصر البحر في مدينة أسافي. تكلمنا بصفة عامة والنقطة اللي زدت بها أنا هي أن كيف غادي وزارة التزهيد ستقوم بالدراسات وغتوجد واحد الملف متكامل بجميع المشاكل اللي فيه، بحيث أننا حدد لنا مسؤول ديال التزهيد على أن هناك 65 ثقب داخل تحت من المدينة الجرف، وكاين تقريبا ما يزيد عن 67 شق في داخل الجرف، وهذا تهدد قصر البحر اللي هو معلمة تاريخية وتهدد في نفس الوقت مدينة أسافي. إذن اليوم احنا زودناهم ما يتعلق بجميع المعلومات اللي هي كتهم هذا الموضوع هذا، وراهم مشاو عندنا اليوم من أسفي الحمد لله، وهما عندهم واحد الاستعداد وعندهم واحد القابلية باش 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 يحلوا هذه الإشكالية ديال 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 الجرف أموني. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.